فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي العصر وأنا لم أصلي الظهر، نعم، فهل يجوز؟ نعم. يقول: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي العصر، نعم، وأنا لم أصلي الظهر، أي نعم، فهل يجوز الدخول خلف الإمام بنية الظهر وهو يصلي العصر؟ لا بأس بذلك، يجوز أنه يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، لا بأس بذلك، كما أنه يجوز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة. هذه فريضة خلف فريضة، إذا جازت النافلة خلف الفريضة فلا أن تجوز الفريضة خلف الفريضة من باب أولى. نعم.